قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن أكثر من 1000 طفل قتلوا هذا العام خلال أعمال العنف في عموم سوريا. وأوضح بيان للمنظمة الأممية أن العيش تحت الأرض أصبح هو المعتاد في الغوطة الشرقية، مؤكدة أن بعض الأسر تعيش في مخابئ منذ 4 أسابيع، وبعض المخابئ تضم نحو 200 شخص.